معكم في مادة شبكات الحاسب للصف الخامس. هنكمل الجزء اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت، وهو جزء الشبكة المحلية. وطبعا جزء الشبكة المحلية زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، واتكلمنا على تعريفها ان هي منطقة جغرافية محدودة، واتكلمنا عن المعمارات اللي هي موجودة، وان هي بتنقسم لمعمارين اساسيين، معمار فيزياء ومعمار منطقي، وفيها 6 معمارات منطقية مشهورة: المسار والحلقة والشجرة والتوصيل الكامل واللاسلكي والنجمة. واتكلمنا على طرق توصيلها: الاستماع والإحساس بالتصادم وإمرار الغلاف الحلقي. ده كله الأجزاء الأساسية في الشبكة المحلية. طبعا هنتطرق بقى النهاردة موضوع مهم جدا، وهو تقنيات الشبكة المحلية. ولما اتكلم على لفظ تقنيات، يعني المقصود بيها أنظمة الشبكة المحلية وشكل الشبكة المحلية ممكن يكون عبارة عن إيه. فلما بتكلم على التقنيات عندي جزئين رئيسيين: التقنيات العادية، ودي بتشمل شبكة الإثرانت وتقنية الحلقة وتقنية اللاسلكي، وعندي التقنيات عالية السرعة، ودي بتشمل 4 تقنيات مختلفة، بتشمل تقنية الإثرانت السريع وتقنية الإثرانت الجيجا بت، وعندي تقنية الحلقة المزدوجة، وعندي تقنية الاي تي ام. يبقى انا عندي 7 تقنيات اساسية: 3 عادية و4 عالية السرعة. لما نيجي نبدأ ونتكلم على تقنية الايثرنت العادي، قبل ما اتكلم عنه في تعريف مهم جدا، وهو الشبكة المحلية التخيلية. ايه هي الشبكة المحلية التخيلية؟ هي تجمع منطقي لأقسام الشبكة الفيزيائية للتغلب على محدودية الشبكة المحلية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي شبكة فيزيائية موجودة مثلا في منطقة ما عبارة عن 6 أجهزة، وبرضو في منطقة تانية او في مدينة تانية او في قرية تانية في برضو 6 أجهزة او 7 أجهزة وهكذا، اقدر اربطهم بشكل تخيلي، شكل منطقي، وبالتالي اعمل بيهم شبكة اكبر للتغلب على محدودية الشبكة المحلية اللي هي موجودة في جزء من ال3 أجزاء دي. يبقى انا كبرت الشبكة بس بنظام النظام السوفت او النظام الايه المنطقي. يبقى اذا لما اجي اقول ما هو تعريف الشبكة المحلية التخيلية، هي مجموعات منفصلة منطقية، مجموعات منفصلة فيزيائية بيتم تجمعها في نظام منطقي واحد للتغلب على محدودية الشبكة المحلية، للتغلب على محدودية الشبكة المحلية. ده بالنسبة لتعريف الشبكة المحلية التخيلية. نيجي بعد كده نتكلم على أول تقنية عندي، وهي تقنية الإيثرنت. تقنية الإيثرنت هي تقنية الوسط المشترك. تقنية الوسط المشترك يعني تقنية الكابل الإيه؟ الكابل الواحد. بتستخدم هنا التقنية إيه؟ بتستخدم الكابل المحوري. بتستخدم الكابل الإيه؟ المحوري. الكابل المحوري ده اللي هو زي كابل الدش بالظبط، بيبقى فيه توصيله بتبقى على شكل حرف تي، هي اللي بتوصل ما بين الاجهزه داخل الكابل الايه المحوري، تسمى تقنيه الوسط الايه المشترك. طبعا احنا اتكلمنا ان معمار المسار بيستخدم في شبكات الايثرنت، واتكلمنا ان طريقه الاستماع والاحساس بالتصادم هي اللي بتستخدم في شبكه الايثرنت. دلوقتي ده دور شبكة الإثرنت أو تقنية الإثرنت، الاتنين بمعنى واحد، أو ممكن كمان نقول دايرة الإثرنت. فإحنا أول حاجة بنتكلم عنها في التقنية الكابلات اللي بتوصل ما بين الأجهزة. تاني حاجة بنتكلم عنها الطريقة اللي بتستخدمها. بتستخدم إيه؟ بتستخدم الاستماع والإحساس بالتصادم. اللي فيها إيه برضو؟ بتستمع لخط النقل، هل هناك أجهزة ترسل؟ ما فيش أجهزة ترسل، بيبعت بيانات ثم يستمع مرة أخرى. هناك في الطريقة كنا بنتكلم إن هو بعد ما بيستمع مرة أخرى بينتظر فترة عشوائية لو حصل تصادم. هنا بقى بنقول في التقنية إنه بينتظر 15 محاولة. بينتظر كام؟ 15 محاولة ثم يعيد إرساله مرة أخرى، ولا يحدث تصادم، غالبا لا يحدث تصادم مرة أخرى، زي ما وضحنا إن في بيانات هتعدي قبل البيانات اللي حصل فيها تصادم، وبالتالي مش هيحصل تصادم مرة أخرى. طيب هنا بيقول لي زيادة الطاقة المحسوسة داخل الشبكة دليل على نقص إتاحية الشبكة. يعني لما الاقي إن البيانات فيها زي ما يسمى بارتفاع درجة الحرارة، أو إن البيانات
حصل فيها تصادمات كتير، ده دليل على نقص إتاحية هذه الشبكة، وإن بيحصل حذف للإطارات نتيجة هذه الإيه؟ هذه التصادمات. بيحصل حذف للإطارات نتيجة هذه الإيه؟ التصادمات. طيب شبكة الإيثرنت فيها ثلاث معايير أساسية، ثلاث معايير أساسية. أول حاجة الأي تريبل إي 802.3 والاي تريبل اي 802.3 يو والاي تريبل اي 0.3 زد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معهد الكهرباء والالكترونات بنيويورك اللي هو الاي تريبل اي 3 اي ده هو اللي عمل الشبكه، وبالتالي هو اللي حدد الايه الانظمه بتاعتها. فانا عندي اول حاجه الايثرنت اللي هو 10 بيز بت بير سكند، يعني ميجا بيت بير سكند، ده 10، وعندي السريع 100، وعندي الجيجا 1000. يبقى انا عندي ثلاث اصدارات طلعهم معهد الكهرباء والالكترونات بنيويورك لنظام الايثرنت، الاي تريبل اي 802.3 والاي تريبل اي 802.3 يو والاي تريبل اي 802.3 زد. دول الاصدارات اللي طلعهم معهد الكهرباء والالكترونات بالنسبه لشبكه الايه الايثرنت. طيب شبكه الايثرنت فيها اجزاء، شكل الاطار عباره عن ثلاث اجزاء، قسم لبيانات المستخدم، وقسم لمراجعة الأخطاء، وقسم للعنوان بتاع الهدف. يبقى أنا عندي فيه ثلاث أجزاء، الثلاث أجزاء دول بيتكون عندي العنوان بتاعه من 48 بت بيمثلوا 12 رقم سداسي 10، بيمثلوا 12 رقم سداسي 10، أول 6 للبائع وتاني 6 للمستخدم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اول 6 هيبقوا متكررين مع اكتر من جهاز داخل الشبكه، لكن تاني 6 خاصين بكل مستخدم لوحده. ده بالنسبه لشكل اطار الايثرنت. يبقى انا عندي شبكه الايثرنت اول حاجه فيها ان هي بتستخدم الوسط المشترك اللي هو بنقول عليه الكابل المحوري، وتسمى بتقنيه الوسط المشترك. ده بالنسبه للكابل اللي هي فيه. وتاني نقطه عندي بتستخدم طريقه الاستماع والاحساس بالتصادم، وشرحناها قبل كده، وان الشبكه شبكه الايثرنت ديت ليها ثلاث معايير اساسيه، كل معيار ليه سرعه معينه. اول حاجه الايثرنت العادي ده سرعته 10 بيز ميجا بت بير سكند، وفي النظام السريع زي ما هناخده في عاليه السرعه اللي هو ال 100 بيز ميجا بير سكند، وعندي اللي هو اكبر منه هو ال 1000 ميجا بير سكند. يبقى انا عندي ثلاث معايير عالميه خاصين بالايثرنت العادي اللي هو العادي والسريع والجيجابت. ده كده بالنسبه لشبكه او تقنيه الايثرنت. ثاني تقنيه عندي وهي تقنيه الحلقه. تقنيه الحلقه يمكن تقنيه الحلقه زي ما اتكلمنا على تقنية الإيثرنت وقلنا إن هي بتستخدم الوسط المشترك، بنتكلم على تقنية الحلقة وبنقول إن فيها نوعين من الكابلات، فيها نوعين من الكابلات، كابلات طرفية بتربط الأجهزة من بره، وكابلات القلب بتربط الأجهزة بالجهاز المركزي. يبقى أنا عندي نوعين من الكابلات، كابل طرفي بيربط الأجهزة الخارجية، وكابلات القلب اللي هي بتربط بالجهاز الإيه؟ المركزي. طيب الطريقة التقنية دي بتستخدم أنهي طريقة؟ طبعا زي ما شرحنا في الحلقة السابقة اتكلمنا على أنها بتستخدم طريقة إمرار الغلاف الحلقي، إمرار الغلاف الحلقي. طيب بيتم فيها إزاي بقى؟ أول حاجة المرسل بيبعت بت واحدة، بيبعت إيه؟ بت واحدة، قيمة بت واحدة في بداية الإرسال، ثم بعد ذلك بيبعت البيانات والمستقبل بياخد منها نسخة. مهم جدا تعرف، وكلكم المفترض انه يعني تعاملكم مع الشبكات ومع التطبيقات المختلفة للشبكات بيوضح لنا حاجة مهمة جدا، ان انا لما ببعت رسالة المستقبل دايما بياخد نسخة منها، ما بياخدهاش كت لكن بياخدها كوبي، وبالتالي دايما بيبقى فيه نسخة موجودة على الايميل بتاعي. نفس الفكرة هنا في شبكة الحلقة، ان المستقبل بياخد نسخة من الرسالة. طب بعد ما المستقبل بياخد نسخة من الرسالة، الإطار بيعود مرة أخرى لمين؟ للجهاز المرسل. بيعود مرة أخرى للجهاز المرسل.
لكي ايه يحرره. يعني ايه يحرره؟ يعني يسيبه عشان يروح للجهاز اللي بعديه وهكذا ياخد دورته داخل النظام الحلقي، داخل النظام الحلقي. الشبكه دي فيها نظام اسمه نظام الاولويه، اللي صاحب الاولويه الاعلى من حقه ان هو ياخد الاطار من صاحب الاولويه الاقل. بمعنى ان انا لو عندي شبكه موجوده في شركه محدده عباره عن 5 6 اجهزه موجوده عندي، والخمس ست اجهزه دول طبعا مرتبطين او مشتركين مع بعض عشان خاطر نستخدم طبعه واحده، فمن حق رئيس مجلس الاداره في اي وقت ان هو يسحب الاطار ويرسل هو البيانات اللي عايز يرسلها داخل الشبكه. تاني، انا عندي نظام الاولويه. ايه نظام الاولويه؟ ان صاحب الاولويه الاعلى من حقه في اي وقت يسحب الاطار من اللي عليه الدور وهو يعيد ارسال، حتى لو ما كانش ايه ده وقته في الارسال، لا من حقه ان هو ياخد الايه، ياخد الاطار. او زي ما بنتكلم كده في شكل عام، ان مثلا لو في نظام سويتش داخل شركه، فطبعا رئيس مجلس الاداره من حقه للاولويه ان هو ياخد الخط وان هو هو اللي ايه يتكلم في التليفون. نفس الفكره ان هو من حقه ان هو ياخد الخط في اي وقت ويرسل البيانات. طيب، من الوضع ده ان هي محدده زي ما قلنا في الطريقه، يعني يمكن حساب اقصى فتره زمنيه ستنتظرها المحطه المستقبله قبل ان ياتيها الاطار. يعني كل جهاز انا عندي دلوقتي كام جهاز؟ عندي وليكن 6 اجهزه، واتكلمنا ان لو 6 اجهزه موجودين داخل ساعه واحده فكل جهاز يبقى معاه 10 دقائق يرسل فيها، وبالتالي كل جهاز عارف بعد قد ايه بالظبط هيجي له الاطار، وليكن 50 دقيقه لو كانوا 6 اجهزه في الساعه او غيرها من الاوقات على حسب نظام وتظبيط الايه النظام داخل الشبكه. طيب، ده بالنسبه لشبكه الحلقه اللي بتستخدم طريقه امرار الغلاف الحلقه. طيب، زي ما اتكلمنا على الايثرنت وقلنا ان في 3 انواع من المعايير، 10 الايثرنت العادي و100 الايثرنت السريع و1000 الايثرنت الجيجا بت، عندي الحلقه المعيار هو معيار 1 بيبقى من 4 ل 16 ميجا بير سكند، من 4 ل 16 ميجا بير سكند، اي تريبل اي 802.3، بس لا 802.5، 802.5 لكن 0.3 الايثرنت الايه العادي. يبقى كده اتكلمنا على الايثرنت واتكلمنا على شبكه او تقنيه الايه الحلقه، الاثنين بمعنى واحد. ممكن اقول عليها شبكه، ممكن اقول عليها تقنيه، ممكن اقول عليها دايره، ممكن اقول عليها بروتوكول، كل ده بمعنى واحد داخل الشبكه المحليه او الواسعه او انترنت. لما اجي بتكلم على نظام من الانظمه اقدر اقول عليه بروتوكول او اقول عليه شبكه او اقول عليه تقنيه. ثالث تقنيه عندي هي تقنيه اللاسلكي، التقنيه اللاسلكيه. التقنية اللاسلكية عندي طبعا زي ما قلنا ما بتعانيش من كابلات، بس تقنية اللاسلكي المعمار الفيزيائي بتاعها مسار، وتقنية اللاسلكي بتستخدم السي اس ام اي على سي اي الاستماع وتجنب التصادم من الاسلكي، الاستماع وتجنب التصادم من الاسلاس. لكن في طريقه الاستماع والاحساس بالتصادم كان سي اس ام اي على سي دي، لكن هنا السي اس ام اي على سي اي اللي هو الاستماع وتجنب التصادم من الاساس. ده طريقه الشبكات الايه اللاسلكيه. طيب، الشبكه اللاسلكيه اتكلم عنها وقال لي ان هي تطورت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشبكة اللاسلكية لما وصلنا لها بعد مجموعة من المراحل اللي مرت بيها الشبكات الايه السلكية. فبيقول لي اول حاجة ان الكروت زادت سرعتها، كروت الاجهزة زادت سرعتها. طبعا احنا عارفين ان اجهزة الحاسب في البداية كانت عبارة عن مجموعة من الكروت، كارت للصوت، كارت للشاشة، كارت للصورة وهكذا. الكروت ده هي زادت ايه سرعتها. وتاني نقطة، الكابلات حصل لها تقدم، بدل ما كانت كابلات نحاسية فقط أصبحت كابلات فايبر بصري
للسرعات والمسافات الأبعد زي ما هنعرف بعد كده. تالت حاجة قال لي اتسعت المباني، فكان الحل في الشبكات الايه؟ الشبكات اللاسلكية. يبقى إذن الشبكات اللاسلكية كانت نتاج لتطور الشبكات بشكل عام، وكان الحل في الشبكات اللاسلكية عشان تعمل كشبكة قائمة واحدة خاصة بمفردها بالفعل، أو كتكملة لشبكة سلكية قائمة بالفعل. كشبكة قائمة إيه؟ بالفعل. دي يعتبر من أساسات أو من مميزات الشبكات الإيه؟ اللاسلكية. الشبكات اللاسلكية بتتكون من 3 مكونات أساسية. أما أقول عايز أعمل شبكة لاسلكية هتتكون من إيه؟ أول حاجة حاسب، والحاسب ده يا إما لابتوب يا إما حاسب شخصي يا إما حاسب كبير. يا إما لابتوب يا إما حاسب شخصي يا إما حاسب كبير. وطبعا لازم يكون فيه هوائي يا إما داخلي يا إما خارجي. وتالت نقطة مهمة وهي نقطة التعامل. نقطة التعامل اللي هو الباسورد، اللي هو النقطة أو الأي بي اللي أنا جميع الأجهزة بتشترك فيه في الشبكة الإيه؟ اللاسلكية. يبقى مكونات الشبكات اللاسلكية إيه هي؟ أول حاجة حاسب، والحاسب إحدى 3، يا إما حاسب شخصي يا إما لابتوب يا إما حاسب كبير، وعندي يا إما هوائي داخلي يا إما هوائي خارجي، وعندي نقطة التعامل. ده بالنسبة للشبكات اللاسلكية بتتكون منين. النقطة اللي بعد كده في الشبكات اللاسلكية، طبعا الشبكات اللاسلكية بتستخدم تكنولوجيا معينة في نقل البيانات من المصدر للهدف، والتكنولوجيا دي هي التكنولوجيا اللاسلكية، بمعنى ان هي تكنولوجيا بتعتمد على ترددات مختلفة. فيها نظامين أساسيين. النظام الأول وهو ذبذبات الراديو. النظام الأول في التكنولوجيا المستخدمة في الشبكات اللاسلكية ذبذبات الراديو. والنقطة الثانية انتشار الطيف. انتشار الطيف. بالنسبة لذبذبات الراديو بينقسم لجزئين أساسيين. بينقسم لذبذبات راديو وأشعة تحت الحمراء. بينقسم لذبذبات راديو وأشعة تحت الحمراء. يبقى أنا عندي نظامين أساسيين، نظام ذبذبات الراديو وده بينقسم لجزئين، وعندي انتشار الطيف وده برضو بينقسم لجزئين، وإن كان عندي في المنهج القفز الترددي في انتشار الطيف. هو ده الجزء الوحيد اللي أنا بتكلم عنه داخل النظام التاني اللي هو انتشار الطيف. بالنسبة لذبذبات الراديو، ذبذبات الراديو عندي فيها بتستخدم الجزء المخفي، الجزء المرئي من الطيف الضوئي. ذبذبات الراديو بتستخدم الجزء الايه؟ المرئي من الطيف الضوئي. النقطة الثانية ان هي بتخترق الحواجز. انت لو عندك راديو والراديو ده موجود في مكان مقفول، فعلى حسب طبعا الموجة بتاعته، ولكن هو بيقدر يستقطب إشارة موجودة في الهواء ويقدر يعرضها حتى لو المكان مغلق. يبقى بالتالي فعلا ذبذبات الراديو بتخترق الحواجز. النقطة الثالثة إن الترددات بتاعتها ترددات كبيرة، وبتاخد حيز ترددي معين من 5.7 ل 5.8 جيجا هرتز، أو من 2.4 ل 2.5 جيجا هرتز. يعني معناه إن أنا واخد 1.1 جيجا هرتز سواء في المدى الترددي من 2.4 ل 2.5، أو المدى الترددي من 5.7 ل 5.8. ده بالنسبة لذبذبات الراديو الجزء المرئي اللي بيخترق الحواجز اللي ليه الذبذبات اللي احنا قلنا المدى الترددي بتاعها. طيب بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي أشعة تحت الحمراء اللي هي الأي آر أو الإنفرا، دي طبعا احنا عارفينها من ساعة ما كان التليفون محمول في بدايته، فكانت اللي هي الإنفرا دي كانت المدى بتاعها قصير جدا جدا، هو هنا بيقول لي لا يزيد عن 50 قدم، وإن هي بتستخدم الجزء المخفي من الطيف الضوئي ولا تخترق الحواجز. يبقى لما نقارن ما بين ذبذبات الراديو ونقارن ما بين الأشعة تحت الحمراء، نلاقي إن ذبذبات الراديو تخترق الحواجز وبتستخدم الجزء المرئي ولا تخترق الحواجز، والمدى بتاعها ما بيزيدش عن 50 قدم. النقطة التانية اللي هو نظام انتشار الطيف، هو القفز الترددي في انتشار الطيف، وده بيتميز بالمتانة القوية ضد التدخلات، والمدى بتاعه بيصل من 1 ل 2 ميجا هرتز، ويعتبر هو ده بشكل عام اللي هو اللي بيمتاز بالمتانة القوية، يعتبر هو الأساس في الصناعات الايه الهواتف الايه
المحمولة. ده بالنسبة للمدى الترددي اللي أنا بستخدمه في شبكات الحاسب الإيه؟ اللاسلكية. طيب شبكات الحاسب اللاسلكية إيه المعيار بتاعها؟ كلمنا في الإيثرنت وقلنا إن عندي الإيثرنت عندي الأي تريبل إي 802.3 و3 يو و3 زد، ال10 وال100 وال1000، واتكلمنا في الحلقة قلنا إن هي من 4 ل 16 ميجا بير سكند. أما بالنسبة للمعيار المعايير الخاصة باللاسلكي فأنا عندي برضو ثلاث معايير، الأي تريبل إي 802.11 بي وجي وإن، بي وجي وإن عندي بسرعة 54 ميجا، وعندي بسرعة 248 ميجا خلاص، وعندي بسرعة 11 ميجا. ده بالنسبة لمين؟ للاسلكي. يبقى اللاسلكي فيه ثلاث معايير زي ما الإيثرنت العادي فيه ثلاث معايير. ده بالنسبة للشبكة اللاسلكية. يبقى احنا اتكلمنا على شبكة الإيثرنت العادي، واتكلمنا على شبكة الحلقة، واتكلمنا على الشبكة اللاسلكية، والثلاثة دول مرتبطين بالإيه؟ بالشبكات المحلية العادية. هنتكلم بعد كده على الشبكات المحلية عالية السرعة. الشبكات المحلية عالية السرعة عندي أربع أنواع من التقنيات المحلية عالية السرعة: الإيثرنت السريع، والإيثرنت الجيجا بت، والإي تي إم، والحلقة المزدوجة. أنا عندي بالنسبة للإيثرنت السريع ده 10 مرات الإيثرنت العادي، 10 مرات الإيثرنت العادي. طيب هيستخدم طريقة إيه؟ هيستخدم طريقة الاستماع والإحساس بالتصادم، بس أقوى 10 مرات من الإيثرنت العادي، أقوى 10 مرات من الإيثرنت العادي. وفي نفس الوقت بيستخدم تحويلة اسمها الـ MII، اللي هي بتحول من النظام العادي للنظام السريع، وبالتالي ديت بتوفر من الناحية المادية على منظم الشبكة إن هو ينتقل من النظام العادي للنظام السريع بدون ما يعيد هيكلة توصيلات الشبكة بالكامل، ولكن بيستخدم واجهة خاصة بتحول ما بين العادي والسريع اسمها الـ MII. طيب السريع ده زي ما قلنا كده المعيار بتاعه 100 بيز الاي تريبل اي 802.3 يو، ده المعيار الخاص بيه. والبداية بتاعته كابلات نحاسية، لكن لما بيعدي اكتر من 2 كيلو زي ما هنشوف برضو في الحالة المزدوجة بيستخدم الكابلات الفايبر البصري. الإيثرنت السريع في مجموعة تقنيات تم إصدارها خاصة بالسريع فقط. عندي المية بيز تي، والمية بيز تي اكس، والمية بيز ال اكس. والتقنيات ديت كان سبب مباشر لكسرتها، زي ما ممكن يجي سؤال يقول لي علل كسر التقنيات الإيثرنت السريع، هلاقي ان السبب الرئيسي في كده ان معدل التحكم بالنسبة للتقنية عالي، فما كانش ممكن يكون تقنية واحدة، كان لابد من اكثر من تقنية عشان تقدر تفي بغرض الشبكة. ده بالنسبة للإيثرنت السريع. هنتكلم على الإيثرنت الجيجا بت. والإيثرنت الجيجا بت هو 10 مرات الإيثرنت السريع. يبقى زي ما قلنا الإيثرنت السريع 10 مرات الإيثرنت العادي، وأقوى 10 مرات في الاستماع والإحساس بالتصادم. نفس الفكرة الإيثرنت الجيجا بت هو 10 مرات الإيثرنت الإيه؟ السريع. بس الجيجا بت لا يصلح للعملاء المباشرين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش إن أنا أربط بالإيثرنت الجيجا بت حواسب عادية مهما كانت سرعتها ومهما كانت إمكانياتها، لأن مهما كانت إمكانياتها هيحصل تبطيء لهذه الأجهزة لو ارتبطت بالجيجا بت. طب أمال الجيجا بت اتعملت ليه؟ عشان تربط مكونات صندوق الشبكة. إيه هي مكونات صندوق الشبكة؟ المقصود بيها الأجزاء الأساسية بالنسبة للسيرفرات اللي موجودة في شبكة الإنترنت في مقرها في نيويورك. يعني أنا دلوقتي لو عايز أربط السيرفرات العملاقة ديت وأعمل تبادل معلومات داخل
القرية الصغيرة، قرية الإنترنت اللي موجودة هناك، مين وسيلة الربط الوحيدة؟ هي تقنية الجيجابت، تقنية الجيجابت. طيب تقنية الجيجابت فيها برضو محول بيحول السريع للجيجابت اسمه الجي بي اي سي، الجي بي اي سي. يبقى الجي بي اي سي بيحول من سريع لجيجابت. طب ايه معيارها؟ معيارها 1000 بيز ميجا بير سكند، والاي تريبل اي 802.3 زد، بوينت 3 زد. يبقى ده المعيار الخاص بالجيجا بت، وتبطل العملاء ولا تصلح للمستخدمين بشكل مباشر. طبعا تعتبر لا يوجد بها احساس بالتصادم. هي طبعا طريقتها الاستماع والاحساس بالتصادم، لكن من سرعتها وامكانياتها الفائقه تعتبر لا يوجد بها تصادم. ده بالنسبه لتقنيه الجيجا بت. نيجي بعد كده لتقنيه الحلقه المزدوجه. تقنيه الحلقه المزدوجه دي عباره عن حلقتين، عباره عن حلقتين. تقنيه الحلقه المزدوجه عباره عن حلقتين، حلقه اساسيه وحلقه ثانويه، حلقة أساسية وحلقة ثانوية. طبعا تقنية الحلقة المزدوجة أقل من 2 كيلو بتشتغل بالكابل النحاسي، أعلى من 2 كيلو بتشتغل بالكابل الفايبر البصري. أقل من 2 كيلو بنوصل بين الأجهزة باستخدام كابل نحاسي. طب لو هي زادت عن 2 كيلو بتستخدم الكابل الفايبر البصري. الحلقة الأساسية هي اللي بتعمل، وتظل الحلقة الثانوية متوقفة. طب إمتى هتعمل الحلقة الثانوية؟ لما يحصل قطع في كابل او يحصل عطل في جهاز، يحصل قطع في كابل او ايه او عطل في جهاز، تبدأ الحلقة الثانوية تشتغل. الحلقة الثانوية دي فيها كابلات اسمها كابلات للتخطي، بتتخطى الايه العطل بتاع الجهاز، الايه العطلان اللي هو فيه مشكلة او القطع في الكابل، وبالتالي بتخلي الشبكة تستمر. يبقى هي فيها وصلات للتخطي. الوصلات التخطي ديت بتتخطى الكابلات المقطوعة أو بتتخطى الجهاز العطلان، وبالتالي بتكمل الشبكة. بس في نقطة مهمة جدا، إن الشبكة دي، شبكة الحلقة المزدوجة أو تقنية الحلقة المزدوجة دي، بتعالج الأخطاء الفردية فقط، بتعالج الأخطاء الفردية فقط. لكن لو كثرت بقى الأخطاء، حصل قطع هنا وحصل قطع هناك وهكذا، بتكون غير قادرة على التوصيل، غير قادرة على التوصيل. دي طريقة الحلقة الايه المزدوجة. الحلقة المزدوجة السرعة بتاعتها 100، يعني بتساوي مين في الإثرنت؟ برافو، بتساوي الإثرنت السريع، بتساوي الإثرنت السريع، لان الاثرنت النت السريع 100 وهي 100. يعني ممكن يجي سؤال يقول لي ان سرعه الحلقه المزدوجه بتساوي مثلا الاثرنت العادي، سرعه العادي او سرعه الجيجا، يبقى غلط. هي بتساوي الاثرنت الايه السريع. ولازم ناخد بالنا ان سؤال الصح وخطا في الغالب عندي في التخصص بيجي مع تصحيح الخطا، لان لازم نشوف الطالب هل هو يقدر يصحح الخطأ ده، أم إن هو يعني قال صح أو خطأ بشكل إيه عشوائي وجات معاه صح أو كده. لكن لازم تصحيح الخطأ عشان نتيقن من إن الطالب على علم بالفعل من إن ده خطأ وإن فيه صحيح غيره لازم هو يذكره. خلاص، ده بالنسبة لشبكة الحلقة المزدوجة أو تقنية الحلقة المزدوجة أو بروتوكول الحلقة المزدوجة أو دائرة الحلقة المزدوجة، كل ده بمعنى واحد. ده بالنسبة للحلقة المزدوجة. طيب عندي بعد كده تقنية الـ ATM. تقنية الـ ATM ديت لما يجي للأذهان لفظ الـ ATM، طبعا معروف بطاقة الـ ATM اللي بنستخدمها في البنوك، فهي تعتبر بالفعل هي المقصودة في شبكة، في الشبكة المحلية. الـ ATM بتتكون من تقنيتين أساسيين، اللان إي والإم بي أو إي، اللان اي والام بي او اي. بالنسبه لتقنيه اللان اي، هي خدمه تجميعيه للشبكه المحليه، خدمه تجميعيه للشبكه المحليه. وتقنيه الام بي او اي هي خدمه تجميعيه لبروتوكولات الشبكه المحليه. يبقى اذا اللان اي هارد والام بي او اي سوفت. يبقى انا عندي الاي تي ام بتنقسم لنوعين من التقنيات،
اللان اي والام بي واي. طيب الاي تي ام تبدا من سطح المكتب الى الفضاء الخارجي، وتعتبر هي عمود فقري للسنترالات الخاصه وللشبكات الواسعه. تعتبر عمود فقري للسنترالات الخاصه والايه والشبكات الواسعه. زي ما قلنا فيها اللان اي والام بي واي. اللان اي خدمه تجميعيه للبروتوكولات للشبكات المحليه، وده الجزء الهارد في الشبكه، وعندي الجزء السوفت الام بي واي. الام بي واي بتربط ما بين الموجهات، او ان يكون في موجه داخل مجموعه اجهزه، وبالتالي الموجه لو كان داخل مجموعه الاجهزه فده يعتبر عضو اساسي، ولو كان اكتر من شبكه فيعتبر البيانات بتنتقل من موجه لاخر حتى تصل لهدفها. طيب الشبكات التخيليه زي ما قلنا بتقنيه الام بي واي. طيب انا بوصل الاي تي ام، بوصل بأني تقنيه؟ بوصل باللان اي، بستخدم اللان اي ده بشكل عادي. لكن امتى تتدخل الام بي واي؟ تتدخل الام بي واي لو كان المسافه بين المرسل والمستقبل اكبر من حد اقصى مسبق التحديد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو كانت المسافه بين المرسل والمستقبل مثلا 10 ثواني او 10 دقائق بالنسبه للبيانات، فلو البيانات وصلت في 8 دقائق يبقى احنا شغالين باللان اي، لو وصلت في 9 دقائق برضو شغالين باللان اي. طب لو البيانات هتوصل في 11 دقيقه هتتعدى الحد اقصى مسبق التحديد؟ يبقى لا، لازم ننشئ مسار مختصر بين المرسل والمستقبل، واللي يقوم بيه مين؟ الام بي او اي. يبقى الام بي او اي بتتدخل فقط عندما يكون المسافه بين المرسل والمستقبل اعلى من حد اقصى مسبق التحديد، وبالتالي لابد من تدخل مسار مختصر عشان يرسل ايه؟ يبقى في فرصه لارسال البيانات من المصدر للهدف. ده كده بالنسبه لتقنيه الاي تي ام. فانا عندي تقنيه الاي تي ام تبدا من سطح المكتب الى الفضاء الخارجي، وتقنيه الاي تي ام تعتبر هي عمود فقري للسنترات الخاصه، والاي تي ام فيها اللان اي والام بي او اي. اللان اي هو هارد التقنيه اللي هو بيربط الشبكات المحليه مع بعضها البعض، والام بي او اي بتربط الشبكات المحليه برضو بس بتربط بروتوكولات الشبكات المحليه، وبالتالي هي الجزء السوفت اللي موجود في الشبكه. يبقى احنا استعرضنا النهارده ثلاث شبكات عاديه، اتكلمنا على الايثرنت العادي، واتكلمنا على الحلقه، واتكلمنا على اللاسلكي، واتكلمنا برضو على اربع تقنيات عاليه السرعه. اتكلمنا على الايثرنت السريع والايثرنت جيجا بت والحلقه المزدوجه والاي تي ام. السبع تقنيات دول هم اللي بيمثلوا الشكل العام للشبكات الايه المحليه عندي. تقنية الحلقة زي ما احنا برضو اتكلمنا بشكل عام، احنا اتكلمنا على التقنيات المختلفة، اتكلمنا طبعا على تقنية الايثرنت والحلقة واللاسلكي، وطبعا اتكلمنا على الاربعة عالية السرعة. ففي تقنية الحلقة برضو بنتكلم على ان في الجهاز التجميعي، لما احنا شرحنا الجهاز التجميعي اللي هو في وسط الحلقة بيعمل حاجة اسمها برمجة، او بنبرمج الجهاز التجميعي عشان نزيل المحطات المتسببة في العطل، ان احنا بنحط طبعا وصلات بتتخطى هذه المحطات زي ما اتكلمنا، وبنولد اطار تنبيهي على ان في مجال شبكي سيفشل، وبنحدد المجال الشبكي الذي سيفشل نتيجه هذا الايه العطل. وطبعا شبكه الحلقه فيها ميكانيزمات عديده، الميكانيزمات ديت بتعالج اخطاء شبكه الحلقه، منها ميكانيزم المراقب النشط اللي هو بيعتبر مهم جدا، ان هو بيعمل هو مصدر للتوقيت الزمني للشبكه للمحطات، وبيزيل الاطارات التي تدور بدون جدوى وبيولد اطار جديد. ده النهارده احنا كده بشكل عام اتكلمنا على التقنيات المحليه العاديه وعاليه السرعه. اتمنى ان الطلبه تكون استفادت، واتمنى ان شاء الله ان يكون في مردود افضل، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.